مرحبا بكم في قناه طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره على مسيمنات سهلين بواحد الحشوه اللي بسيطه كيف غادي تشوفوا معايا. كنتمنى هذه الوصفه غادي تنال اعجابكم. بلا ما نطول عليكم خليكم تابعوا معايا المكونات مع طريقه التحضير. غادي نبدا على بركه الله بمكونات العجين اللي غادي نحتاج فيه. هنا عندي نص كيلو ديال الدقيق يعني 500 غرام، عندي واحد شويه ديال الملحه والماء عادي باش نعجن به هذا الخليط. هذا غادي نبدا على بركه الله. هنا ها هو الدقيق نص كيلو، غادي نضيف ليه الملحه الكافيه وغادي نعجنوه في العجانه. ممكن تعجنوهم غير بايديكم، غير مهم انكم تدلكوها مزيان. صافي دابا درت العجانه كتعجن، غادي نخليها حتى كتدلك مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. ها هي العجينه ديالي من بعد ما دلكات مزيان، كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، يعني راها مدلوكه. هنا كندهن ايدي بشويه ديال الزيت وكنشكلها كرات متوسطين في الحجم. انتما كيف كتشوفوا العجينه اول الحجم اللي درت. دابا غادي ندوزو نحضرو الحشوه ديال هاد المسمنات هادو اللي كيف كتشوفوا معايا حشوه بسيطه. هنا عندي واحد فلفله حمراء مقطعه طريفات صغار، عندي الزيت فاش غادي نقلي هاد الفلفله، عندي كذلك شويه ديال البودره ديال الثومه المجففه، شويه ديال القزبر ومعدنوس، عندي هنا هاد البيشاميل، الصلصه ديال البيشاميل اللي كنحضروها مع ربع اترو ديال الحليب، غادي نستعمل غير نصف علبه فقط. عندي هنا شويه ديال الكروفيت اللي مجمد غادي نذوبو من بعد. ممكن ما تستعملوش كروفيت بالضبط، ممكن تستعملوا الطون، الكفته، المهم اي حاجه متوفره عندكم. كذلك الصدر ديال الدجاج او لاداند اللي متوفر عندكم. عندي هنا شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال الجبن. عندي هنا فرماج احمر وفرماج موتزاريلا مخلطاهم. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غادي ندير هاد الفلفله هادي تقلى مع شويه ديال الزيت، غادي نزيد عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. صافي كنشحر الفلفله فوق البوطه حتى كتبدا تدبل شويه ونحيدها باش ندير في بلاصتها القمرون. غادي نخليها على جنب وغادي ناخذ كاسرونه غادي ندير فيها 4 اترو ديال الحليب يعني 250 مليلتر. غادي نزيد عليها نص كيس ديال صلصه البيشاميل. غادي نحرك كل شيء مزيان، غادي نزيد عليها شويه ديال البودره ديال الثومه وغادي نديرها فوق البوطه حتى كتبدا تعقد. انا درت هذيك الصوص بيشاميل درتها فوق البوطه، هنا صافي الفلفله راه دبلات شويه، حنا ما بغيناش طيب بزاف تبقى شويه حيت مازال غادي تزيد طيب في الفران. درت هذيك الفلفله في الزلافه وخديت نفس المقله غادي ندير فيها الكروفيت، ما غادي نزيد عليه والو، غادي نخليه حتى كيذوب تماما ونرجع معاكم. صافي البيشاميل ها هو راه وجد كيف كتشوفوا معايا، كنحرك بسرعه ها هو راه عاد. صافي هو من بعد ما داب كيف تشوفوا راه درت غير كميه قليله، غادي نزيد عليه شويه ديال الزيت حيت هو النسمه ديالو كتكون مجهده. غادي نزيد شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه.
صافي غادي نخليو ما يتقلاو شويه ونطفي عليهم. صافي هو راه تشحر وطاب كيف كتشوفوا. صافي الحشوه ديالنا واجده، البيشاميل ها هو. هنا عندي شويه ديال القزبر ومعدنوس، كروفيت وسميتو فلفله والفرماج. صافي هادو هما اللي عندي. دابا غادي نخليهم على جنب يبردوا على ما نوجد العجين. اما الكرات ديال المسمن ها هما راه ارتاحوا مزيان كيف كتشوفوا. غادي ناخذ وحده بسم الله، كناخذ شويه ديال الزيت كنرشوا البلاصه اللي غنخدم فيها وكنسرح العجينه ديالي مره مره، كندهن بالزيت باش يجيونا محرمشين. كيف شفتوا راه ما فيهم لا خماره لا والو، باش يجيو رقاق بزاف ويجيو محرمشين. غادي نسرحهم بحال كندير المسمن عادي، هانتوما غادي تشاهدوا معايا. دابا كيف كتشوفوا معايا بعد ما سرحت العجينه تكون رقيقه يعني الرخامه بدات تبان، غادي ندير شويه ديال الزيت بحال هكا وغادي نشكلها على شكل مسمنه مربع. ندير شويه ديال الزيت نحاول نعدو مربع. هانتوما كيف كتشوفوا غادي نديرها نخليها ترتاح. غادي ناخذ وحده اخرى غادي نستمر بنفس العمليه حتى كنكمل الكرات اللي عندي ديال المسمن كاملين ونرجع معكم ان شاء الله. كندير دائما شويه ديال الزيت صافي. دابا من بعد ما كملت المسمنات كاملين درتهم كيف كتشوفوا، راه كنت مغطيهم بالبلاستيك الغذائي باش ما ينشفوش. دابا حيدته. دابا كيف كتشوفوا معايا غادي ناخذ وحده كنسرحها شويه بحال هكا كيف كتشوفوا ولات على هذا الشكل. كنتمنى تكون واضحه لكم. كنجي هنا كندير هذه هنا الوسط وكندير لها هكا الوسط كيف كتشوفوا معايا، وغادي ندورها صافي كنخليها بحال هكا. غادي نعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوها بطريقه باينه اكثر. هانتوما غادي نسرحها كدير شويه ديال الزيت الا كنا محتاجين. دابا النص ديال هاد المسمنه كنجيب ليها هاد الراس، ها نتوما يعني النص ديالها بحال هكا بحال كنطويها، وهذه حتى هي كذلك هي ما كنديرش فوق بعضياتهم بحال هكا. كنجمع هاد الجناب شويه بحال هكا وغادي ندورها بهاد الطريقه، يعني الجهه المحلوله تكون هي التحتانية. صافي راه الشكل ساهل بزاف، هي من الافضل فاش نديروها هكا نديروها ديريكت في اللاطه عاد نكملوها في العمارة.
دابا غادي نبدا نعمرو. كناخذ بحال هكا موس يكون ماضي مزيان وغادي نقطعها من الوسط، ما نوصلش حتى لتحت غير الفوق، وكنحلها واحد شويه. بحال هكا هانتوما راه بقات غير العجينه لتحت، وهنا في هذا الفراغ هو اللي غادي ندير الحشوه ديالي. ومن الاحسن كيف صبعي ذكرت ديروا هذه العمليه في اللاطه مباشره. غادي ناخذ شويه ديال البيشاميل كيف كتشوفوا، غير شويه ما نكثروش، تقريبا واحد نص معلقه صغيره. غادي ناخذ شويه ديال الفلفله، شويه ديال الكروفيت، غادي ناخذ كذلك شويه ديال الجبن، وشويه ديال القزبر باش غادي نزينو من الفوق. صافي هادشي هو اللي كنحتاج فيها، كنضغط عليها شويه هكا وغادي نديرها فوق في اللاطه. كيف كتشوفوا غادي نعاود معكم وحده اخرى، ولكن هاد المره باش غادي نخدمها معكم في اللاطه كنديرها بحال هكا باش تاخذ نفس الشكل. كناخذ واحد الموس يكون ماضي مزيان وكنفلحها، غادي ناخذ شويه ديال صوص البيشاميل، غادي من الاحسن ديرو من فوق البيشاميل مباشره ديرو الجبن. اولا الفرماج احمر وفرماج ديال الموتزاريلا، غادي ندير شويه ديال الفلفله الحمراء، شويه ديال الكروفيت، شويه ديال القزبر ومعدنوس. صافا غادي نستمر بنفس العمليه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ديال المسمنات ونرجع معكم ان شاء الله. صافا دابا من بعد ما عمرت لاطه كامله مازال لي واحد 6 ديال المسمنات، غادي نديرهم في لاطه واحده اخرى. هنا غادي ندهن بيضه مخلطه مع طيره ديال الخل، غادي ندهن الجناب، وراه درت الفران كيسخن من قبل، درجه الحراره تكون متوسطه. في الاول كنشعل غير لتحت حتى كيطيبو المسمنات مزيان، وغادي نشعل عليهم من الفوق باش يتحمروا وكذلك يذوب شويه ديال الفرماج. غادي ندهن الجناب كاملين، صافي دابا ندخلهم الفران ونطلعوا ان شاء الله من بعد ما يطيبوا باش نوريكم الشكل النهائي. صافي نوريكم الشكل النهائي ديال المسمنات ديالنا، كيف كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو مقرمشين من برا.
باقيين سخان دابا حتى يبردوا نوريهم لكم كيف تيجيو. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال المسمنات ديالنا، كيف كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. خليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله.